إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف التاسع في درس جديد من دروس الرياضيات. طبعا لازلنا وإياكم في كتاب الجبر، الوحدة السادسة من كتاب الجبر، حيث وصلنا وإياكم إلى تمرينات الوحدة صفحة 114، ونبدأ معكم بحل السؤال الأول. إذن السؤال الأول، طبعا سنقوم أولا بقراءة نص السؤال الأول. لدينا المستقيم دلتا، وهو مستقيم معادلته 2x زائد y يساوي 2. إذا مستقيم معادلته 2x زائد y يساوي 2. لدينا هنا ثلاث طلبات، الطلب الأول والثاني والثالث. نبدأ بالطلب الأول، أي النقط الآتية تنتمي إلى المستقيم دلتا؟ طبعا مع التعليل أكيد. إذن أي النقط الآتية تنتمي إلى المستقيم دلتا؟ نبدأ بالنقطة A. إذن لنرى معا من يشارك برفع اليد. نعم، إذن من سيشارك الآن في؟ نعم أنسي، تفضلي. نعم أنسي عندنا النقطة A. أنسي إذا افترضنا أنه الـ X صفر، منعوض عن سي بتصير عندنا الواي 2، فاثنين ضرب صفر زائد 2. نعم عن سي. تمام، لحظة يا إيمان. إذا لدي النقطة جاهزة، لا داعي أن أفرض شيئا. إذا لدي النقطة A هي 0 2، حيث أن فاصلة هذه النقطة 0 وترتيبها 2، يعني الإكس يساوي 0 واي يساوي 2. كي أتأكد أن النقطة تنتمي إلى المستقيم، أعوض النقطة في معادلة المستقيم. إذا فأكتب معادلة المستقيم 2x زائد y يساوي 2، وأعوض مكان الـ x قيمتها ومكان الـ y قيمتها، وألاحظ هل يبقى الطرفين متساويين أم تختل كفتي التوازن. إذا أعوضي يا إيمان ولاحظي معي هل هناك فرق أم لا. نعم يا إيمان. نعم أنسي منعوض الإكس صفر بتصير 2، بين قوسين صفر زائد 2، زائد 2 الواي وتساوي 2. أنسي نعم. 2 ضرب صفر بتم صفر زائد 2 وتساوي 2. نعم، إذا هل النقطة الأولى تنتمي إلى معادلة المستقيم أو للمستقيم؟ نعم أنسي تنتمي. نعم، إذا النقطة A تنتمي إلى المستقيم دلتا لأنها حققت معادلة هذا المستقيم. إذا النقطة تنتمي إلى المستقيم لأنها حققت معادلة هذا المستقيم. شكرا لك يا إيمان، أحسنت، بارك الله بك. الآن أحمد غالي تفضل. إذا هل النقطة نعم الثانية أنسي. تنتمي إلى المستقيم دلتا؟ إيه أنسي تنتمي. منعوض نعوض 2 بي 1 يساوي 2، والواي 0 بيتمع حاله بصير الناتج 2 يساوي 2. نعم أحسنت. إذا النقطة B كما قال أحمد تماما، B تنتمي إلى دلتا لأن النقطة B أيضا حققت معادلة المستقيم. إذا فالنقطة B تنتمي إلى هذا المستقيم. أحسنت يا أحمد، بارك الله بك. نعم يا يمنى، لدي النقطة الثالثة الآن. أنسى منعوض محل الإكس بنحط 2.5، 2 ضرب 2.5 بزائد جذر 3 تساوي 2، 2 ضرب 2.5 5 زائد جذر 3 تساوي 2. معناتها النقطة 2.5 وجذر 3 لا تنتمي إلى دلتا. تمام، إذا الإشارة أصبحت الإشارة بين الطرفين هي لا يساوي. إذا 5 زائد جذر 3 لا يساوي 2، أي الطرفين غير متساويين بعد أن عوضنا. إذا فإن النقطة C لا تنتمي إلى المستقيم دلتا. نعم أحسنت يا يمنى، بارك الله بك وشكرا لمشاركتك. إذا هذا كان الطلب الأول، وهو طلب بسيط جدا ويتكرر أيضا في الأسئلة في أسئلة الامتحان النهائية. إذا أريد أن أتأكد أن النقطة ما تنتمي إلى المستقيم، وأعوض إحداثيات النقطة في معادلة هذا المستقيم. فإذا حققت المعادلة فهي تنتمي، وإذا لم تحقق فهي لا تنتمي. ننتقل وإياكم إلى الطلب الثاني. إذا السؤال الأول، الطلب الثاني، أرسم المستقيم دلتا ثم عين ميله. نعم يا آمنة.
أمني سليمان، تفضلي. نعم أنسي. نريد رسم المستقيم وتعيين الميل، ما رأيك أن تعيني ميل المستقيم أولا؟ عيني ميل المستقيم يا آمنة. ميلو الميل تساوي ناقص A على B تساوي ناقص 2 على 1 تساوي ناقص 2. أحسنت، بارك الله بك. إذن آمنة أخذت من بطريقة القانون الـ A هي أمثال الـ X، الـ B هي أمثال الـ Y، ناقص A على B يعني ناقص 2 على 1 وتساوي ناقص 2. طبعا هناك طريقة ثانية بأن نقوم بقلب المعادلة، فأكتب كما كتبت أنا الآن y تساوي ناقص 2x زائد 2، طبعا هي من الشكل y يساوي mx زائد b، يعني حولت المعادلة للشكل mx زائد b. الآن الميل هو أمثال الـ x، إذا m هي أمثال الـ x، الميل هو ناقص 2. طبعا كلا الطريقتين صحيحتين، كلا الطريقتين صحيحتين، لكن عندما تكون الواي أمثالها واحد فتكون هذه الطريقة أبسط، وخصوصا أيضا لرسم معادلة المستقيم، لرسم المستقيم. شكرا يا آمنة، أحسنتي، بارك الله بك. الآن ابتسام، ارسمي لي هذا المستقيم يا ابتسام. ماذا أبدأ؟ ما هي الخطوة الأولى بالنسبة لرسم المستقيم؟ أي أنت معك. نعم ابتسام، ماذا أفعل لرسم المستقيم؟ أنت أول شيء نرسم النقاط، نحدد النقاط. تمام، النقاط لازم من خلال المعادلة أوجدها. طبعاً أول شيء بعمل جدول، برسم جدول، صحيح؟ أي أنت أول شيء بنرسم الجدول، بنعين عليه X X فتحة Y Y فتحة. تمام. هلا لا، بدي أرسم الجدول قبل ما أعين مستوي الإحداثيات، يعني الجدول هو مشان أعرف النقاط اللي بدي أنا عينها على مستوى الإحداثيات. فهون بالنسبة للجدول أنا بدي أفرض قيم لـ X وبدي أستنتج قيم لـ Y من خلال المعادلة يا ابتسام. يعني مثلاً فرضت قيمة X صفر، عوضي لي يا ابتسام بدل الـ X صفر مكان الـ X صفر. نعم ابتسام، يلا. أنت معك معك. ناقص 2 ضرب صفر. أنت صفر. صفر زائد 2. أنسي 2. 2، إذا ما قيمة y؟ أنسي قيمة y 2. y تساوي 2، ما هي النقطة الأولى يا ابتسام؟ أنسي النقطة الأولى هي 0 2. 0 2، أحسنت يا ابتسام، شكرا لمشاركتك. ننتقل لريهام. ريهام ستقوم باستنتاج النقطة الثانية. لو فرضنا النقطة x 1 يا ريهام، أو قيمة x 1. ناقص 2 زائد 2 صفر. أحسنتي، إذا ناقص 2 ضرب 1 يعني ناقص 2 زائد 2 مجموعهما صفر، ما هي النقطة؟ هي تساوي 1 صفر. 1 صفر، نعم. إذا هي نقطة تقاطع مع محور الفواصل. الآن سأقوم برسم مستوي الإحداثيات. أبدأ برسم XX فتحة YY فتحة، أرسم الشبكة أيضا، هذه هي الشبكة X X فتحة Y Y فتحة. طبعا O هو مبدأ الإحداثيات. نعم يا أدهم، أين تقع النقاط؟ نعم أنسي. أين تقع النقاط؟ أنسي الواحد، أنسي الاثنين على O على Y لفوق، أنسي الزائد والواحد تمام. على X. لا لحظة، النقطة الأولى 0 2 يعني 0 على الفواصل، 2 على الثلاثين. نعم أنسي. تمام هيك بنقول اتجاه الأعلى 2، هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنسي صفر، أنسي على الأو، أنسي على النقاط، وواحد على الترتيب. أنسي لا نحن ما بنقول هيك، لا انتبه يا أحمد، انتبه جيدا. ب واحد صفر، الواحد بدل على محور الفواصل والصفر بدل على محور التراتيب، دائما أول عدد للفواصل ثاني عدد للتراتيب. تمام أنسي، أنسي واحد على الفواصل وصفر على التراتيب. نعم يعني بمشي باتجاه اليمين، بمشي باتجاه اليمين واحد وخلاص، ما بقى في داعي إنه للأعلى أو للأسفل، لأنه التراتيب هي صفر يعني معدومة، فقط باتجاه اليمين واحد. فهذا مكان أو موقع النقطة B. إذا وصلت بين نقطتين ماذا أحصل؟ أنسي على الميل. إذا وصلت بين نقطتين أحصل على المستقيم.
صحيح؟ المستقيم نعم أنسى المستقيم مستقيم المستقيم المطلوب منه دلتا يمر بالنقطتين A و B، يمر بالنقطتين A و B. هل تشكل لدينا بين محوري الإحداثيات والمستقيم دلتا مثلث قائم A أو B؟ نريد إيجاد مساحة المثلث القائم. نعم يا إسراء، مثلث القائم ماذا تساوي؟ إسراء غير جاهزة. نعم يا أحمد، مساحة المثلث القائم مساحة يا أحمد، قانون المساحة بشكل عام بالنسبة للمثلثات هي القاعدة ضرب الارتفاع 2، صحيح؟ هي أمتي، هل تتذكر ذلك؟ أما بالنسبة للمثلث القائم، المثلث القائم فمنقول جداء الضلعين القائمتين على 2، جداء الضلعين القائمتين على 2. طيب من هما الضلعين القائمتين في هذا المثلث يا أحمد؟ في A و B؟ الضلعين القائمتين في المثلث، المثلث OAB له ثلاث أضلاع، OA ضلع، OB ضلع، وAB ضلع. طبعا هذا المثلث محدود، هلا رح نلونه عشان يكون واضح أكثر. إذا الضلعين القائمتين، ننتبه جيدا أن الضلعين القائمتين هما OA وOB، فإن مساحة هذا المثلث هي جداء الضلعين القائمتين على 2. إذا دائما ننتبه جيدا أن مساحة المثلث القائم جداء الضلعين القائمتين على 2. من هما الضلعين القائمتين؟ هما OA وOB. من أين سأتي بالأطوال؟ من خلال الشبكة. إذا طول OA هو 2، طول OB هو 1، فتكون 2 ضرب 1 على 2 وتساوي 1 وحدة مساحة، 1 وحدة مساحة. إذا مساحة المثلث OAB المتشكل بين المستقيم دلتا ومحوري الإحداثيات هو مثلث قائم مساحته جداء الضلعين القائمتين على 2 وتساوي 2 ضرب 1 على 2 وتساوي 1. هذه هي مساحة المثلث OAB.